أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد أسامة الحموي، صاحب شركة أسامة الحموي. أستاذ أسامة، مرحب فيك بداية في برنامج رواد الأعمال، نورتنا ونورت الشاشة. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا فيك. نحن شركة أسامة الحموي المحاسبة، الشركة أسسناها بال 2009 بداية بسبب حاجة السوق كان لموضوع الخدمات المحاسبية والاستشارات المالية بالقطاع. طبعا السوق طبعا متواجد فيه كل هالخدمات هي موجودة بالسوق، القطاعات كاملة طبعا. نحن كنا متميزين انه كنا مختصين بقطاعات محددة، يعني احنا توجهنا على موضوع مثلا موضوع المطاعم، موضوع الشركات اللي كانت الخدمات المحاسبية عم تخدمها بطريقة اقل من غيرها. يعني معظم الشركات التجارية في شركات محاسبية عم تخدمها، بس بعض القطاعات بحاجة لخدمات خاصة. موضوع المحاسبة مثلا بالنسبة للمطاعم تحتاج لموضوع المواد، البرودكت، التصنيع، تكاليف المواد، عمليات خاصة. حتى بالإضافة غير موضوع المطاعم، نحكي مجالات التصنيع، دائما قطاع التصنيع هو من موضوع اللي كمحاسبة هو محاسبة صعبة شوي، فكمان ما في اهتمام فيه بشكل كامل. بالإضافة لموضوع الشركات الناشئة انه بتحتاج لخدمات محاسبيه، ما عندها امكانيات للمحاسب انه تجيب محاسب بشكل دائم، فنحن قدمنا خدمات كثيره. ان كنت انت شركه صغيره او متوسطه او كبيره، فانت بتحتاج لحدا يكون اكسبيرينس، عنده خبره كامله يقدر يخدمك طبعا بدون ما انت تكون عندك تكاليف عاليه. يعني كان في نقص في السوق، وهي كانت فكره طبعاً تاسيس الشركه. حابين ايضا نتعرف اكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في شركه اسامه الحموي. هلا الخدمات اللي مقدمه نحن هي عباره عن خدمات المحاسبيه بالاضافه لخدمات البرامج المحاسبيه خلينا نقول هاردوير، هي الاجهزه الالكترونيه المتعلقه بالمجال. هلا احنا ضفنا هذا المجال بالنسبه للهاردوير والسوفتوير لانه كمان في حاجه بالسوق للبرامج المحاسبيه. اليوم في كتير برامج محاسبيه، بس كل برنامج عم يشتغل بقطاع لحاله، شركات المحاسبه الموجوده بالسوق عم تشتغل بقطاع ثاني. صحيح. فاليوم ما في عمليه خلينا نقول دمج او هيك ترابط تزامن بين الاثنين. تلاقي شركة المحاسبة بتشتغل على برنامج، والمطعم أو الشركة التجارية بتشتغل على برنامج، ما في ربط. نحن كانت فكرتنا أنه تعاقدنا مع شركة من الشركات وأخذنا وكالتها بالإمارات العربية المتحدة حتى نكون إحنا وكلاء، وعدلنا على هذا البرنامج بطلبات تناسب الإمارات بحيث نقدر نخدم معظم الزبائن. فصار حتى برنامجنا المحاسبي هو متخصص. عندنا شيء للشركات التجارية، للمصانع، للمطاعم، لصالونات التجميل، فاختصينا كبرامج محاسبية ومحاسبة حسب القطاعات التجارية اللي موجودة بالسوق. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة مثل ما حضرتك تفضلت أن في دولة الإمارات، في إمارة دبي في التحديد، المنافسة شرسة وشرسة جدا. لازم يكون عندك شيء مميز يميزك عن باقي المنافسين. شو اللي بيميزكم اليوم في شركة أسامة الحموي عن باقي المنافسين؟ نحن اللي بيميزنا هلأ قلت لك النقطة الأساسية ضوينا عليها موضوع الخدمات والبرامج، إنه نحن عم نوفر البرنامج المحاسبي، نوفر الخدمات المحاسبية. ما حدا، معظم الشركات موجودة بس ما بتقدم هذه الخدمات، هي عم تقدم يا برنامج محاسبي وما بيكون عنده خلفية محاسبية، أو إنه شركات محاسبة بس ما عنده برامج، عم تتعامل مع أي برنامج موجود بالسوق حسب رغبة الزبون أحيانا طبعا، وليس حسب رغبة الشركة المحاسبة أكيد. فنحن هذا اللي بيميزنا بشكل أساسي. طبعا المصداقية تبعنا، خدمة ما بعد البيع اللي بنركز عليه بشكل دائم ومستمر. أهم شيء عندنا خدمة ما بعد البيع، يعني اليوم الزبون اشترى الجهاز أو البرنامج أو عمل عقد محاسبي، المتابعة الدائمة، الجواب إذا عنده سؤال بعد ما يركب السيستم أو يعمل معنا عقد خدمات محاسبية، متابعة دائمة، تقارير يومية، أسبوعية، شهرية. ممتاز. طبعا حابين أيضا نتعرف عن الهدف اللي رسمينه والخطة المستقبلية اللي رسمينها للشركة. إن شاء الله بنتأمل الانتشار الأكبر والأوسع وتكبر قاعدة زبائننا، وإن شاء الله هذا شاء الهدف الله الأساسي. يعني نتمنى لكم دائما طبعا النجاح والتوفيق والتميز في شركة أسامة الحموي. وحابين نضيف أيضا بند الأمن والأمان في دولة الإمارات في دبي بالتحديد، كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين من خارج الدولة أو حتى من داخل الدولة؟ تمام. هذا الموضوع هو أساسي، هو ركيزة رقم واحد. الدولة اللي فيها الأمن والأمان هي اللي بتخليك تستمر وتنجح وتتطور بمجال عملك. صح. كلياتنا عم نشوف نحن الأوضاع اللي عم تصير خلينا نقول بالمناطق اللي حوالينا والدول اللي حوالينا. اليوم نحن اخترنا دولة الإمارات بسبب الأمن والأمان والاستقرار، وهي فيها بنية لحتى تقدر تستمر. فيها صحيح. بنية كان أعمال، اقتصاد، تجارة، تصنيع، يعني فيها كافة المجالات، فهي خلينا نقول بيئة خاصة قابلة للتطور.
بالفعل. هاي الفكرة. بالفعل طبعا بنحب نوجه رسالة شكر ومحبة أيضا من برنامج رواد الأعمال لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات. أكيد. وأيضا نأخذ رسالة من شركة أسامة الحمود من الأستاذ أيضا أسامة الحمود. والله بنتشكر حكام دولة الإمارات جدا، ونحن بنعتبر هذا البلد هو بلدنا. طبعا. فنحن هدفنا يتطور البلد ونزدهر نحن وياها ونتطور. نحن عايشين هون وعم نستفاد من هالبلد بخيراتها، ونحن جاهزين لأي شيء. أكيد طبعا. هي بلدنا ونحن مستمرين إن شاء الله. طبعا حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم. وقبل ما ننهي الحلقة حابين ناخذ كيفية الوصول والتواصل لشركة أسامة الحمود. التواصل عن طريق الموقع الشركة oa-accounting.com، في كل الخدمات وكل أرقام التليفونات لقسم الدعم الفني، بيقدروا يتواصلوا معنا عن طريق الموقع الإلكتروني. طبعا جميع أرقام التواصل وأيضا الموقع الإلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة. شكرا لك مرة أخرى أستاذ أسامة. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعتين وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.